بالعلم نبني يا أخي حضارة، ونعيد أمجاد الرعي للأوال. وإذا رأيتم العالم يغشى بيوت الأمراء، إذا رأيتم العالم يجلس مع الأمير ويصفق للحاكم، إذا رأيتم العالم يصفق للحاكم، فقولوا له: أيها العالم، جعلوك قطبا. أراحوا عليه راح ظلمهم، جعلوك قطبا، أداروا عليه راح ظلمهم، وجعلوك جسرا عبروا عليه إلى شهواتهم. العالم إذا خالف الحاكم وجلس في مجالس الحاكم وسلطت عليه أضواء الإعلام، فاحذروه، احذروه، فإنه مغشوش، احذروه، فإنه مشبوه، احذروا علمه، فإن علمه من لسانه وليس من قلبه. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن.